بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما نلقى محاكاة سوغن يا مدحت مدشة اللي معنا يا سنة الرشاش يا سنة اللي بدأ قال برلمانك فدرالكا ومدشة نحبناكا نحلمناكا هي وحان شركة جرائد واللحر إلى واتكور مبتين ما أعطي كل مهمة وتاريخ الصومالية السياسة دي ده هو أحاك القويس في مال المعركة حساسية نحوتك حالات حساسية سوء كجيران أكسو هذي إن جيران صدق دي بلحوينات سيقدم بيسي حلالك لقصوا بلابا لبقون طمان لبقون يسغالكي إلى ما إيه لبقون إيه طمان يسغال وحدة تبقى السنة من الحوينياش يدبتها صوم عبري إن مكرة يوفر يستعد حالات ولا يكفر سوي إن تلادا نحدة يوبا عن طاي إن حالات دالك لقوضة تشدو أركتي من الإسلام لقوضة يشو أحيما دورة وإنو شيء دونا من الحوينياش كلانكو ما أنت يقولوا ها بلو مدى لك المغنى بلو أيوها واحد كستنا كمدى ما كرين لكن قد بدي لسكسو وعضيو بدن كودي أما إنتو دي بندي وحبان إسلاك جاري وحانا نو شيء بدونا بالحوانياتش بشركة كرقية بولي وفاستي انفرميشن هانا فاستي هان انفرميشن أيها كرقية بولي وانا بالله من الميديا سي آن ترسبانا سي دا فرنان ولو دا اغنو مدى الصومالية دا وحبا دا كل حريسي الشركة سي وحيد مانتي أي مرحوانياتش سادي خلاي كوالا خلين مركو حمسو دويني مرحواني حسن شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان فضل ما تسيه هاي سيدا وفي قيد الشيء وكل كمانتا كل بلوة أيوها أيضا مددا عن الله وحيدة ساكن طبعا وحيدة سويتا كان وحيا يعني مفاضل كان كجلا يو دناسيا سداد يومودا صوماليين أيداد هاي إلا هيا جيو مصالح لذلك كان توسيو ترنا محوها لتوسيو ترنا بقود الحاضر وأنا أقول لك أن أنا 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 oo maxaa ku jiraaday ee umada Soomaaliyeedna ay u dhaqaaqayso kana mid ah muhaayay waxyaabaha mutabinta leh oo u baahan in maxaa ku jiraaday si fiican ee dalka ugu hagaago waxyaabaha dadka Soomaaliyeed bariyaan dadan ay dareenayeen waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka madaxweynaha soo qaadnay waqti badan ay gelinay سفي عنا وقاضرني وحانا نسل السودة ويدي إن دل كاني دورشة كالدعضة وقت جيدي كالدعضة اكستنشن أما كورش سيمو لأداء دستوري باية آن الجرين دورشة دونا أي كوضا قيد دلانا ولا دورتا دمانا هي أداء دستوري باية تلاقى دل كتجوه دورشة دسو دورتا دمان توت وقت جيد يدورش من الله سيدا يبدع يسو نوعا اي نقر يسو وانا لقوض حد ليا وانا لقوض تشان الدورشو رالي لقوض اياي دلك انتي سبدان اي ابنيهين ان دلك ان كدع ذو لقا تشدي لا اسلا اقبالي ايام كسوب بلاني فضو كاسم دعونا واسك افكارني وهي فرصة ما أو سيء تعالى يسدى وصعدى يسدى تاي سدى 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 وأهلي ما محوا هاي دب أب والله فقولي دون والله بعد دون وحكى لهم من عنا سوق عادني وهي خلافات من بدوي مود إجرو وطن مود هذا الوطن مايو سجارة ما عدنا تقولي ده تركض إن الله هذا له ما هذا مايو مستقبل كذي عندنا
arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan iyadana sidoo kale waxaynu isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan iyagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan arrimaha ammaanka aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen iyadana wax waqti badan aan gelinay waxaan isla afgaranay isla garanay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadaysmin siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari qaldamay iyo qof qaldantay ay jirtaahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniga siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aad iyo aad ayaan dul istaagnay waan isla garanay waxaa kale oo madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka bedesho la hagaajiyo la qurxiyo maxaan ku dhahay aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku fuli karaan dadka gobolkan degan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaada ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalliga iyo ogolyuhu noo sheegay ama waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo waqtiyada ay boosa suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan iyadana guud ahaan waxaan isla garanay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yidhaah ummaddan ay dib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac iyadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab cadow waaye cid gaar uu cadow u yahay ma jirto shabaab dadka soomaaliyeed dhan uu cadow u yahay wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo howlihiisa fududaynaayo magac u yeenaayo kor u qaadaayo ammaanaayo dacaayad iyo barbaraand u samaynaayo waa cadow ayagu marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahayna waasla soo qaadnay dadka soomaaliyeedna arrintaasi way istaagaan guud ahaan jawiga ay wadahadalkaas ku dhacay waa ficnaay waxaan isleeyahayna mustaqbalka wadahadalada dambe oo soo socdana waa kasii fiicnaan doonaan inta maanta ay ahayd bidnaabu ahaa wixii farsamo ana dad farsamo ka shaqeeyo oo xil saarana loo magacaabi doonaa wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahay si siyaasadaysan oo aan dalkan dantiisa ay ku jirto oo aan qof gaara iyo koox gaara loogu danaynaynin ayaa iyadana looga hadlayaa maantana looga soo hadlay guud ahaan waxaa rabaa inaa intaas kusoo koobo jawigu waa hagaagsanaa mid ma jirin rajaan qabnaa mustaqbalkana insha allahu tacaala wadahadaladu halkaasi kasii socon doonaan waa mahadsantihiin aad iyo aad madaxweyne waa cali aadan muumin waa mahadsantihiin madaxweyneyaashuna waa mahadsantihiin waxaan idiin sheegaynaa oo madaxweyneyaashu ay ku dareen warbixintoodii oo afkoodu waysa ayuu ka sheegin in wixii dhacay labada jeer ee lasoo dhaafay aeroboorka lagu celiyey iyo arrinta u dambeysa oo goladweyne oo halkaa lateeda shirka lagu qabtay shirka jiraayd in arrintaas madaxweynuhu garowshiyo uu ka bixiyey kana garaabay una garaabay garaabid ay ku qanceen ayna usoo qaadeen intii kale ee xisbiyada ka tirsanayd iyo soomaalida guud ahaan kuwii loo gurmanayay iyo kuwii kismaayo lagu socday iyo kuwii maaragtay loo gurmanayo gurmadkoodii saacada la hakiyey khatartana loo geliyey arrintaas garaabid tii u dambaysa ahayd bay soo qaadeen wayna ku aqbaleen
warbaahinta su-aalihii qabtay ka jawaabaya ee kulanka la xiriira waa mahadsantihiin. Thank you madaxweyne. Waa kulanka halkaas ku soo idlaaday, madaxdiina way baxday. Aada u mahadsantihiin daawadayaal, mahadsanidiin.